السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. فيديو جديد مع يوميات أم هبة وأيوب، كنتمنى نلقاكم وانتم في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف. غنشارك معكم اليوم هاد الجلابة كيف ما كتشوفوا على الصورة، براندة ديال الحصيرة والطرز ديال المثلثات اللي اللون ديالها مرتديلة والطريزات بالبوردو، ولكن للأسف التصوير ما عطاهاش الحق ديالها مزيان. فغنخليكم مع الاستعراض ديال هاد الجلابة، وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بطبيعة الحال إلا عجبتكم ما تنسوش تخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، وما تنسونيش من البصيمة وفرجة.